وننهي النشرة بخبر عن أحوال الطقس والأرصاد الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات.